السلام عليكم. زوجان يخططان لإقامة زفافهم في عالم آخر. ما هو هذا العالم؟ هو الذي سوف نكتشفه إن شاء الله جميعا في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. أول زفاف في عالم الميتافيرس. يستعد زوجان هنديان لإقامة زفافهم في عالم الميتافيرس، وذلك نظرا للقيود التي تفرضها الدولة بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات في البلاد، ما دفع الزوجان للتفكير في حل جديد لإقامة الزفاف. تفاصيل زفاف الزوجان في عالم الميتافيرس. بسبب الموجة الحالية من الفيروس أو فيروس كوفيد، قرر الزوجان دينيش وشريكته جانا راماسوامي إقامة حفل زفافهم في عالم الميتافيرس. وفيما يتعلق بمكان الحفل، فسوف يكون في قلعة هوغوارتس، والتي هي من أفلام سلسلة هاري بوتر. ذكر حساب دينيش كشاتريان الشخصي عبر تويتر أو موقعه على تويتر تعاونه مع إحدى الشركات الناشئة في عالم الميتافيرس، والتي سوف تقوم ببناء عالم افتراضي خاص به، حيث ذكر أن هذا العالم سوف يكون على شكل أفلام هاري بوتر. وفيما يتعلق بموعد الزفاف، ذكر أنه سيكون في 6 فبراير، وسوف يحتاج المدعوون لموقع فقط للمشاركة في الزفاف في عالم الميتافيرس. وفي العام الماضي غير مارك زوكربيرغ اسم الشركة الخاصة به لتصبح ميتا، حيث أحدث ضجة في ذلك الوقت بسبب رغبته في إقامة عالم افتراضي ضخم، والذي سوف يكون بعنوان ميتافيرس، حيث سيصبح بإمكان الناس الدخول للمكان الذي يرغبون فيه بشكل فيزيائي، وسوف تستطيع الشعور بكل ما تلمسه في الميتافيرس بأحد القفازات. وعلى الرغم من استعراض مارك للميتافيرس، فإنه سوف يستغرق سنوات عديدة لتطبيقه وتعميمه على دول العالم والبدء في استخدامه بشكل كامل. هذا وقد لجأ العديد من المستخدمين حول العالم لتطبيق الميتافيرس، سواء من خلال شراء بعض الأماكن والقيام باجتماعاتهم الخاصة في عالم الميتافيرس، والذي قد يلقى رواجا كبيرا خلال السنوات القادمة. ما رأيكم في هذا الخبر المذهل والغير معقول؟ ما رأيكم في هذا القرار من الزوجان؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.